والنشاط، يلا يا جماعه نلعب شويه تمارين الصبح. صباح الفل، بتتمرن اكتر مني. صباح الفل، شايفين انا عضلاتي بقت كتير قوي. بعدين كل شويه الناس بيسالونا يعني اسئله، فرح بتسالني في التدريب اكتر يعني. طب نزود، انا بحاول اتعبه واعذبه. صباح الفل يا كوتش. عايزين بقى نعمل تمارين بعيدا بقى عن الفتنس وعن الفلكسبيليتيز او الاطالات، عايزين حاجات بقى تعمل عضلات، تقويات. طيب في عندنا طرق كتيره جدا واساليب تدريب كتيره جدا ممكن تساعدنا ان احنا نزود العضلات عندنا ونزود القوه بتاعت العضلات. واحده من الطرق ديت اسلوب السوبر سات، ان احنا ممكن نمرن العضله والعضله المقابله بتاعتها. هوريكم شكل لبعض العضلات كده، ممكن نتمرن العضلتين مع بعض في نفس الوقت. فرح هتتعب معايا شويه، جاهزين؟ انا جاهزه. جاهزه يا فرح؟ انا جاهزه. يلا بينا. يلا بينا. اول تمرين، تمرين الظهر مع الشست او مع الصدر. هنزل هنا وهعمل 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7، تحت شوية ظهري، 9 10، وبعدين هنام ممكن على الأرض أو على البنش هنا. جاهز؟ يلا جاهز. 1 2 3 4 5. شكرا فرح، يلا بينا. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسند راسنا على الستاب او على البنش اللي احنا نايمين عليه. تمام، ما نبقاش رافعين راسنا. ده حقيقي. تمام. وبعدين نبدا دلوقتي البايسبس مع الترايسبس. فالبايسبس هنعمل ده، 1 2 3 4 5. طب ده انا هطول هنا بقى، 6. انا واخده اوزان خفيفه الصراحه. صح، عشان الوزن بتاعك خفيف. طول براحتك. وبعدين هنعمل العضله المقابله بتاعته، عضله الترايسبس. ترايسبس. بصي زي بقى كده. تمام. وانا هبقى هنا وهفرد ايدي كده. واحد. بنوطي على الاخر يعني. 2. ايوه. كده؟ ايوه. نفس الشكل ده مظبوط. تحت كدا. هنا، ايدي هنا. 90 درجة. هايل. هايل. اوكي. ممكن نفس الوقت ده نعمل برضه كل ده. احنا عايزين نقول انه في البيوت ممكن يستخدموا الميه، ازايز طبعا اي وزن ممكن كبيرة نستخدمه، كبيره او صغيره، واحنا بنتحكم في الوزن ايا كان. ازازه ميه صغيره لو الوزن خفيف، ازازه ميه كبيره اللي هو الكيلو ونص نقدر نشتغل بيها عادي. تمام. عايزين اكتر من كده ممكن نحط فيها رمل وتبقى اكتر من كده، توصل لخمسة كيلو عادي. صح. هنعمل تمرين للرجل دلوقتي اسمه السكوات. هننزل هنا، 1 2 3 بالوزن 4. مش كده؟ احنا طبعا 5. بعدين هنعمل تمرين اسمه ستاف ليج ديد ليفت، ده الخلفيه بتاعت الرجل. هنزل هنا وانا ركبتي مفروده، مفروده واطلع. ده يعتبر من التمرينات النادره جدا اللي بيبقى رجليا فيها مفروده. 5 عدات 4 3 2 1. وبعدين هعمل تمرين للابس مع اللور باك. فممكن اعمل سيت ابس وانا نايم على البنش. طبعا انت عايزه تتمرني بالويتس كمان، ما شاء الله. يلا بينا. هنتمرن هنا، 1 2. هايل يا فرح. صباح الخير. صباح الخير. ايوه هنا. وبعد كده هنام على بطني وهعمل تمرين لللور باك. تقدري تعمليه على البنش برضه لو عايزه. اوكي. اطلع هنا، 1 2 3. انا هختم وانا 4. بعذب كوتش حسام كده وهو بيتمرن. انت حققتي الحلم بتاعي. فرح بتحلم من اول ما بنبدا التصوير، وهي اللي بتمرني وتعذبني. واستغليت ده. يلا باي باي. صباح الفل.